اصحى اصحى يا باسم يا حبيبي، يا باسم باسم، غري 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 غري. اوه ايه ده ايه ده، في عفريت عفريت فين عفريت فين؟ ايه؟ ده انا ده انا ده انا. يعني انا طول الليل بفضل صاحي عشان خاطر احمي القريه كلها، والحبه اللي بنامهم الصبح عشان خاطر الزومبي بيكون نايم مش موجود بص الصبح، ورا، بتعملي فيها كده؟ ايه ده؟ عملتي لي فرخه؟ انا بحب الفراخ قوي، بحب الفراخ قوي. بص يا شباب، ومش انا فرخة عايش بس، فوق الجبل ده بقالي 15 سنه بحمي القريه دي عشان خاطر حبيبه قلبي وعشان خاطر عيلتها كلها موجوده في القريه دي، بحميها من كل الاشرار بقى، سواء بقى اذا كانوا حراميه او لصوص او هجوم زومبي على المدينه، اي حاجه حرفيا انا بحمي القريه دي منها. فاكيد تعمل لايك، شير في القناه، فعل الجرس عشان ده اكبر دعم منك ليا هو اللايك، فانسى اعمل لايك. بص يا شباب، من حوالي بالظبط 13 سنه كان في هيرو براين، الناس بتوع اللي هم بتوع المناجم دول اللي هم بيدوروا على دايموند، قام مسكوا هيرو براين. الهيرو براين ساعتها كان صغير جدا، كان لسه مولود. الهيرو براين ده يا شباب المفروض ان الهيرو براين قوي جدا والناس بتخاف منه، بس لا، لما هم مسكوا الهيرو براين وهو لسه صغير علموه ان هو يخاف منهم، وان هم طالما يعني طالما واحد رباك فاكيد انت تخاف منه. فالهيرو براين بعد ما هم ربوه خلوه هو يجمع لهم دايموند ويستعبدوه، حرفيا الهيرو براين ده كان محبوس حبسه يعني مش طبيعي. فانا انقذت الهيرو براين ده الشباب وقتلت كل الناس اللي بتحاول ان هو تخليه مستعبد. فكده شباب الهيرو براين ده بقى صاحبي وبيساعدني، يعني مثلا لو حصل معايا مشكله او حاجه فانا بطلب مساعده الهيرو براين ده وهو مش بيتاخر عني. دلوقتي الهيرو براين ده عامل زي العملاق، لو شفتوا دلوقتي قوته عامله ازاي، ولا الرعد اللي بيعمله ولا البرق اللي بيعمله، بصوا هيرو براين يعني مش عايز اقول اكتر من كده، هو اسمه كافي حرفين، اسمه لوحده عظمه. بقول لك عملتي اكتر بس كده قاعده عملت بتذاكري، بص كل حاجه هنا انت بتعملي ايه؟ انت بترازي انت كده بتذاكري؟ لا بقول لك ايه، ايه ده الفرخه دي ناقصه، الفرخه دي ناقصه ملح، ما حطيتش ملح ليه؟ ناقصه ملح ايه يا كداب، علي ده ما النعمه حطيتش ناقصه عليه. ملح، ما حطيتش ملح ليه؟ طب جرب كده الكيكه. يا الله، يعني انت عامله لي كيكه وكيكه في الفرن كمان؟ لا 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 مستحيل. بصي انا عشان خاطرك انت، بس عشان خاطرك انت بحمي القريه دي كلها. عليكم على ابوها. عايز ايه يا ابني؟ ايه ده، ده باباكي؟ باباكي ده؟ ايوه اتفضل اتفضل يا استاذ، احنا عندنا فراخ، عندنا فراخ، عندنا تورته، اتفضل اتفضل لا لا اتفضل لا لا، بقول لك ايه، خلاص اقول لك على حاجه. اتفضل قول اللي انت عايزه. في وحوش كتير قوي كده عندنا هنا في القريه وحوش هناك. هما فين؟ خليك كده يا حمايه، خد خد بس خد بس، انت ما تعرفش قد ايه قد ايه؟ شخومية زومبي، شخومية زومبي. وين؟ حصلوني، وروني بس المكان اللي هما موجودين فيه. انا جايه حصلوني هناك اهو، وروني المكان اللي هما ماشيين، تعالوا ورايا. تعال بلاش طيارات، بلاش طيارات، انا هوريكم هعمل لكم ايه في الزومبي ده، عشان الزومبي حرم يجي على القريه اللي فيها ابو البنت اللي بحبها. تعال ده انا هعمل لكم منه شاورما. بقول لك ايه، بتحب تاكل لحم الزومبي ده مسلوق ولا مشوي؟ مقلي. تعال طيب تعال، مين ايه يا بابا؟ انتوا عايزين، زومبي انتوا عايزين تطلعوا الهروبراين اللي جوايا، هو فين؟ تعال هو فين؟ وريني عددهم فين؟ مش شايف حد، انت بتضحك عليا بتغفلني. ماشي يا عم موجودين والله، فيهم بس مستخبيين. سلام عليكم، عندكم تفاح؟ ما عندكش تفاح؟ ماشي انا اسف. عندها شامبو؟ بقول لك ايه، ابوكي ده مجنون ولا هو عاقل؟ مش مامتي؟ مامتك؟ ايه ده، مامتك عايشه في الكوري هنا؟ لا امال ايه؟ بس هي جت هنا زياره ومشيت تاني، فمش عارفه اوكي هي جت اوكي ولا لا. طب تعالى نطلع فوق اعلى مكان في يا نهار ابيض، ده القريه قريبه من المدينه، انا المفروض ان انا بحمي القريه بس والمدينه دي مدينه. يا نهار اسود، تعالى تعالى يا كلب يا ابن المحنك. بص على السرعه، بص على السرعه، عايز تقتل مراتي؟ يلا ده انا عايز، ده انا هتجوزها. يلا ده يا لهوي، هوني انت عم الحمار، انت يا اطرش. الزومبي هاجم، يا ايرون يا ايرون جولوم، يا ايرون جولوم، ده ايرون جولوم جاي يضربني انا يا ابني، انا بحميك. هم فين؟ تعال تعال تعال، انت اللي تكلته، انت انت جاي تضربني. تعال انت الزومبي العبيط، اضربني معايا. بقول لك ايه، لو قتلت الفيلجر بالغلط مش حرب، مش هنتسجن، مش هنتسجن، اقتلهم لو عايز اقتلهم. بس يا لهوي، ركزي على الكريبر، ركزي على الكريبر، بعدي عنه، بعدي عن الكريبر، بعدي عن الكريبر خالص. تعال انت الواد الصغير هيتني، الواد الصغير، خد 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 بالجلاش بس. تعال تعال انتم اسود النهارده، عايزين تجمعوا القريه اللي فيها الموزه بتاعتي، يعني انتوا سايبين كل القريه وجايين القريه دي؟ تعال انت يومك ده، انت يومك مش فايت النهارده، احنا هناكل لحمه مشويه النهارده. اوكي اوكي قتلتهم كلهم. ايه ده، لسه في واحد عايش هنا. تعال تعال، ده انا هشخرمك. شو انا شو خمام، خلي بالك يا باسم، انا مخلي بالي اهو من كل لا 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 والله يا باشا تسلم، والله يا حاج باسم تسلم. تسلم ايه، دول كتير الحالي من الصغير ده، يا نهار اسود يا نهار اسود، ده الزومبي بيجي من كل لا حته. لا يا عم بخاف، الزومبي بيجي من كل حته، حقوني انا حرفيا
انا اتبهدلت في هجوم الزومبي ده. وبكده يا شباب، طالما الزومبي قرب ان هو يجي هنا اكيد كان بيعمل معاينه للمكان ويعرفوا اذا كان الزومبي ده هيقدر يسيطر على القريه ولا لا. وبما ان الزومبي ما قدرش يسيطر على القريه، فانا خايف بنسبه 90% ان الزومبي ده ممكن يجيب جيش اكبر من كده ويجي تاني. اعمل ايه دلوقتي؟ المشكله ان الهيرو براين اصلا عنده مشكله، فانا عشان لازم انا خايف اروح للهيرو براين بصراحه دلوقتي، فلازم اروح للهيرو براين دلوقتي احل له مشكلته وبكده هيجي يساعدني هنا. ايه رايك في الكلام اللي بقوله ده؟ ايه رايك؟ انا موافقة، بس انا عايزة اعترفك بحاجتين. هترفي؟ لا انا لوحدي. تعالي نروح للهيرو براين نساعده في المشكلة اللي عنده، لان البنت اللي كان بيحبها سابته، فهو دلوقتي عنده مشكلة كبيرة عاطفية. فدلوقتي لو حلينا مشكلة الهيرو براين دي او عصبناه، لو يا لهوي لو عصبناه هتلاقيه جاي متجنن بقى ورعد وبرق. بصي انت هتشوفي العجب حرفيا، هتشوفي حاجات مش هتعرفي حاجات قبل كده. قبل ما نعمل كل دولت لازم اعترف لك بحاجتين. ايه ده؟ حاجتين ايه؟ بس انا وانت لوحدينا بس في البيت ده. تعالي هتعترفي بايه يا انس؟ عملتي مصيبه؟ اطلع بره يلا. لا اطلع بره يلا. اطلع بره. يلا اطلع بره. طب ماشي. اطلع يلا. تعالي نروح بيتنا بيت تاني. تعالي نروح بيتنا بيت تاني. او تعالي نروح مكان بعيد. كلمي قول لي انت عايزه هنا. تعالي قول لي انت عايزه ايه؟ بس انت عارف ان انا اسمي مين؟ دوز؟ لا. ايه ده؟ انت بتهزري؟ طب بس ما تتضايق مني؟ لا مش هتضايق، قولي اسمك. اسمي سندريلا. سندريلا؟ ومخبيه عليا ده كله؟ انت لا بتسلك. طيب دي مشكله يعني. والثانيه إيه؟ ان انا كان ليا اخ بس ما قلتلكش. ليك اخ كمان؟ لا بس الاخ يا باسم ايه؟ نهار اسود، كان ليك اخ؟ ايوه بس الاخ محترم جدا. متاكده؟ متاكده مليون في الميه. طب يلا نطلع على الهيرو براين عشان ما فيش وقت، الزومبي اللي قرب من مدينه ثانيه انا مش هقدر ان انا احارب، الاسلحه اللي معايا قربت تخلص. تعالي تعالي. جايه انا عارف الطريق. بصي هو الطريق هنمشي حبه حلوين جدا في الغابه، بس هنوصل له بسرعه ان شاء الله. هو في اعلى جبل موجود في المدينه هنا. تعالي طيب يلا يلا، خليك ورايا، هنطلع فوق خالص هنا. تعالي وراك والله. اوكي يا بنتي خليكي ورايا بسرعه، قربنا نوصل اهو. هو فوق هنا فوق هنا فوق هنا فوق هنا. اوكي يلا. انا عايزك انت تسكتي خالص، ما تتكلميش معايا. بصي لو اي حاجه عن البنات تسكتي، انا بس اللي هتكلم معايا. بوستيك؟ ايوه بوستيك مش بوستيك، بس هو هنا ده المكان. هو ده. تعالي تعالي انزل هنا وسيبني انا انزل الاول. انزل الاول. رجلي. هيرو. هيرو. ايه ده ايه ده؟ وسعي وسعي وسعي. هيرو. السلام عليكم. ايه يا عم عامل ايه؟ مش مطمن عليك يا عم، مش مطمن عليك كده كده وبتزعلني منك. انت ايه مش موجود ليه؟ خليكي بعيد انت عشان انا خايف منه اصلا. فاهمك انا عامل ازاي؟ بص انا عارف مشكلتك وجاي لك هنا عشان خاطر اساعدك ومحتاج مساعدتك. انا عارف الازمه اللي انت بتمر بيها. بص يا عم هقول لك على حاجه، يعني حبيبتي سابتني مع اني كنت بحبها اموت. لا لا ما تعملش في نفسك كده. اقول لك على حاجه، انا عرفت القريه اللي كان فيها حبيبتك. عارف الواد اللي كان بتخونك معاه؟ عرفت القريه دي، وبيقولوا بقى ان هم هيبعتوا زومبي عشان خاطر بقى ايه يقتلوا القريه بتاعت البنت الغلبانه دي، وان الواد اللي كان بيحب البنت اللي انت بتحبها هو اللي بعته. شوف انت هتعمل ازاي بقى. انا مش هوصيك. يا نهار اسود. طب استنى هقول لك. طيب هقول لك. انا حرفيا جننت. طب هنطلع ازاي؟ هنطلع ازاي؟ طب استنى اقول لك المكان. طيب اه يا باسم، هو باسم المكان يا بني ادم يا كائن. تعالى تعالى يا حمار. خلاص انا طلعت يا غبيه. تعالى كيف. انا طلعت الاول. عادي انا طلعت من هنا. هو راح فين؟ هو راح فين؟ مجنون يا ابن المجانين. ده الهيرو براين دخل. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ تعالى ورايا. انا عايزك بس تكون قوي وما تتخباش، يعني انا عايزك الوقت لما اقول لك تتعامل تتعامل، يعني انا عايز اتاكد بس اذا كان هم ولا لا. لو هم هقول لك خش يا هيرو، هقول لك خش يا هيرو، وانت بقى ايه انت عارف هتعمل ايه طبعا، مش محتاج ان انا اوصيك صح؟ هو بيلعب جيم بدراع بس؟ هو يعني مش بس يكون بيلعب باي هنا وايده الثانيه بتشرب سجاير؟ ايوه عادي. حصلوني بس حصلوني. انزل لي. تعالى تعالى، هي دي القريه. بص في وشك هنا ايه؟ هناك ايه؟ بص القريه دي بقى سوري بالليل بقى بيقول لك الزومبي بيجي هناك بالليل. خليك قاعد معايا لحد ما الدنيا ما تليل. وعايزك بقى بص تتعامل بقى، يعني انا عايزك تاخد حقك تلت ومتلت. وريني بقى قوتك بقى، وريهم بقى الهيرو براين عامل ازاي وقوه الهيرو براين وصحه الهيرو براين. انا عايزك بص بسين بس. استنى انا استفز على فكره بقى، انت يعني مش كبير واسمه ده وضعيف وما تقدرش تعمل اي حاجه. لا يا بنتي ما تستفزوش اكتر من كده. هو يا لهوي يا خلاص خلاص احنا اسفين اسفين والله العظيم والله العظيم. يا نهار اسود قلت لك ما تستفزيهوش. قلت لك بص بص الدنيا بس تليل. هم بس ممكن يفكروا يجوا ممكن ما يجوش، يعني هو ممكن يجوا ممكن ما يجوش. بس لو
يا ابني تقلق تقلق، ما تدمرش حاجه ما تدمرش حاجه، انا عايزك بس ايه توريهم هم قوتك دي هناك، يعني هناك لما يحصل مشاكل توريهم هم قوتك، اتفقنا؟ تورينا احنا قوتك. اه ما تخافنيش منك بالله عليك، ما تبرقليش كده، هو انت عينك بيضا كده ليه؟ معلش يعني انت ملوك كده؟ بتيجي كده لسبب؟ لا يا عم مش دي مش دي يا عم، بطل غباء بطل غباء، اخرب بيتك اخرب بيتك، كسرت كل حاجه. بس بقول لك ايه، ثواني انزل انت بقى، انا رايحه البيت. سلام. ده غبي ده غبي يا شيخ يا غبي، بقول لك ايه يا عم، انا مش هدوس غباوه. ايوه البنت خانتك عشان خاطر انت مش سالك، انت ضعيف، انت راح فين؟ انت راح فين؟ لسه الزومبي ما جاش لسه. طب هقول لك يا مجنون يا مجنون، هقول لك بس ما تعصبش، بس هقول لك تعمل ايه. اهدا وفكر وركز قليلا. ايوه ما تتجننش بقى. بص هما بالليل بيجوا وبيقولوا بقى ايه، هو انت كلش عيط جاي من اختي حارب؟ انا عايزك تبقى راجل، الراجل ما بيعيطش، هما بس لما يجوا انا عايزك بقى رعد وبرق وبص شخرمهم لي. هتعمل ايه؟ شخرمهم لي على طول. انا مجهز انا اسلحه عشان خاطر انا طبعا مش عندي القوه بتاعتك دي، هتولع لنا في القريه، انت جاي تولع لنا في القريه. الدنيا ليلت. الله الله، عايزك بقى تتعامل كلها نص ساعه ولا ساعه، وهم هيفكروا اذا كان يجوا ولا ما يجوش. لو جم انا اسكت هسكت صدقك، انت تتعامل بقى. يلا هننزل في القريه واجيب لك تفاحه ولا حاجات كلها. طب استناني، طيب استناني يا عم السريع، عم السريع استناني. يا نهار اسود، اي اقعد اتدمج انا اموت ولا ايه؟ هم عندهم صحه؟ ماشي يا بني ادمين، يا رب بقى يجوا، يا رب يجوا. هم لو جم حرفيا الهيرو براين هيعلمهم درس، هيوريكوا يعمل فيهم ايه، هنن نعمل اوريكوا يعمل فيهم ايه. مش محتاج اتكلم كتير، انتوا هتشوفوا كل حاجه بنفسكم. اروح فين؟ اوكي انا ممكن اخش استخبى هنا في القريه. اكروي وسع كروي وسع، دخلني عندكم هنا وسع، ده انتوا حاشرين الباب كده ليه؟ والله انا اشوف مكان تاني اهو، دي البدايه بيعملوا مناره ويستكشفوا المكان. تعالوا انت يومكم ازرق النار، يومكم اسود، انا معتمد عليك يا بطل، معتمد عليك. يا رب اكرمني يا رب. انا مستني حاجه تيجي. بقول لك ايه، معكش سلاح احارب بيه؟ حاجه لاخوك كده، حاجه من الحاجات اللي انت بتصنعها دي. ايه ده؟ ده ليه؟ ايه ده؟ اللي بيزعق؟ يا نهار اسود، يا نهار كمان كلام بيصيح. الحقنا بسرعه، تعال خد دي. الحقني يا عم انت، خدي. خدي. يا عم انا هلحقك ايه؟ انا عايز مين يلحقني؟ وانا مين يلحقني انا؟ عايز تفاح؟ اي حاجه، تفاح من الاحمر من الاحمريكا ده؟ عايز تفاح من الاحمريكا؟ بس تعالوا لي هنا بقى، انتوا كده زنقتوا من نفسكم، تعالوا لي. انا مستنيك. وسع كروه يا غبي، وسع يا عم. الحقوا ايه؟ انا من مين الحق؟ لما الحقوا انا اخبيه، وسع من قدامي ولا ايه؟ وسع من قدامي. بس تعالوا انتوا، خد خلص زومبيز، خلص خلاص، دلوقتي تخبي في اي حته ولا ايه؟ الله يخرب بيتك، عرفتيني صوتك عالي. اللي جاب الزومبيز دول انت؟ الهيرو برايت، انت الشر. ايوه الحقونا اضربنا، الحقونا يا اولاد يا غبيه، انا اللي بحميكم، انا والهيرو براين. انا عايز بس ابص على الهيرو براين اهو. هتعمل ايه يا مجنون انت؟ انا مش هقدر اعمل حاجه. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، عفريت في البيت هنا زومبي. يا لهوي، زومبي زنق الكراويين جوه، زومبي زنق الكراويين. وسع كده. تعالى يا محنك يا ابن المحنك. وسع كده، تعالى كده. عاملين ايه يا براد؟ هم فين؟ انا مش شايف حد. الحمد لله، الهيرو براين قتلهم. الله عليك يا هيرو، الله عليك يا هيرو. الحقوا مراتي اتحولت. ايه يا رجاله، انت بني ادم انت؟ في ساحره هنا، اتحولت. نهار اسود يا كائن، فين الماتيتي اللي عامل الزومبي الموجود كله؟ يلا الحقوا ساحره. اه ساحره، انت موتتها؟ موت الساحره؟ بتتكلم جد؟ الله عليك، الله عليك، انا مبسوط جدا منك. طب بقيت الزومبي اللي في المدينه؟ طيب بقيت الزومبي ايه ده؟ ده فاضي. طب تستعبطني؟ مات؟ اوكي خلاص، عرفت. تعال. انت راجل، يا لهوي اسود. تعال، هنروح فين تاني؟ قتلتهم كلهم؟ متاكد قتلتهم خلاص؟ الله عليك، وراك اهو لسه وراك. لو سمحت انت، لو سمحت اوكي، انت راجل يا اخوانا. الحقونا، الزومبي كتير هنا، انا محبوس هنا فوق. ايوه الزومبي كتير تحت. ايه عامل هيرو براين؟ بقول لك ايه، انزل تحت، انا اقرف، انزل تحت. انت اللي انزل. خلاص والله اهو، نزل جواهم هيدغدغهم، هيعميهم. يا نهار ابي الهيرو براين. الله عليك يا هيرو، الله عليك يا هيرو. ايوه هو ده الكلام. اه يا مغراولي، مغراولي انت عايز تموتني ولا ايه؟ انا جاي يا راجل، انت لو راجل بس مخنف شويه. خلاص معلش، انا اسف، ما كنتش اعرف. ايه ده؟ يا نهار اسود، زومبي مطور وجاي يعمل ايه ده؟ جاي تعمل ايه؟ طب ما بيموتش، ده لابس دراع انا مش لابسها.
انا هيرو. الله عليك يا هيرو، الله عليك يا هيرو. وحش يا نهار اسود، يلا اتعامل طب معاهم. طب يعني اعمل حاجه، اعمل حاجه بوشك ده. الله عليك، انا هساعدك. يا لهوي يا لهوي، كتير كتير يا لهوي. اروح منين؟ حدا من هنا. انكر من سكر من سكر بس، انكر من سكر بس. تعال لا تخطى هيموت على اني، ما لا تخطى هيموت. خد دي خد دي ودي. بص انت كده اثبتت لي ان انت يا لهوي يا لهوي. يا خلاص وراك اهو، وراك تاني، وراك تاني. اديله، هيموت تاني، هيموت الحاج. الزومبي كتير، الزومبي كتير. يا هيرو يا هيرو، الحقنا يا هيرو. الحمد لله الحمد لله، بما ان الهيرو موجود فهو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا من المهزله اللي بتحصل دي. فتاكد تعمل لايك، شارك في القناه، تفعل الجرس، وتدعي ربنا ياخدني او ربنا يهديني او اي حاجه، او ربنا يسترها معايا. ارحمونا ارحمونا. السلام عليكم.